السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من أكاديمية بي برو تريدر، وفيديو مقدم برعاية شركة أمانة كابيتال. في البداية كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد، وبالمناسبة احنا النهاردة هو مرتبط شوية بالعام الجديد. احنا النهاردة هنتكلم عن الفلاش كراش اللي حصل عام 2019 او يوم 3 يناير 2019، وهل ممكن يحصل في 2020 ولا لا. فمستني ارائكم وتوقعاتكم وتقييمكم للموضوع في الكومنتات تحت الفيديو ده. في البداية يوم 3 يناير 2019، وبعد افتتاح الجلسة الاسيوية بساعة، شفنا حركة قوية جدا للين الياباني امام معظم العملات، وصلت ل 3% امام الدولار الامريكي، و 8% امام الدولار الاسترالي، و 10% امام الليرة التركية، ووصل الموضوع كمان لعملات الاسواق الناشئة زي الراوند الجنوب افريقي اللي اتحرك الين قصاده بقوة جدا. طيب اصابع الاتهام ساعتها كلها اشارت لابل. قبل الموضوع ده بساعة بالظبط، شركة ابل اعلنت ان هو الناتج بتاعها للربع الرابع من عام 2018 هيكون اقل من المتوقع بسبب تباطؤ النمو بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين. فساعتها كلنا قلنا ان السبب كان الموضوع ده، او السبب كان اعلان ابل. لكن لو ابل فعلا هي كانت السبب في الموضوع ده، او اعلان ابل كان السبب في الموضوع ده، على الاقل كنا هنشوف حركة قوية لليوان الصيني امام الدولار الامريكي، وده ما حصلش. احنا ما صرفناش ساعتها اي حركة لليوان الصيني امام العملات. فاعتقد ان ابل كانت بعيدة شوية عن الموضوع ده، وما كانش ده هو العامل الاساسي في الحركة القوية اللي حصل. اما اعتقد ان العامل الاساسي، اول حاجة لو رجعنا لاكتوبر 2016 هنلاقي ان الجنيه الاسترليني فقد 8% من قوته بعد شهور من استطلاع بتاع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في نفس الوقت بالتحديد، بعد ساعة من بداية الجلسة الاسيوية، ورجع الموضوع تاني اتكرر في اول 2019. ايه بقى الرابط ما بينهم؟ الرابط ما بينهم ان في اليابان عندنا مستثمري او تجار التجزئة في اسواق العملات بيملكوا صافي ايداعات في سوق العملات تقريبا 1.8 تريليون دولار، يقدروا ينفذوا صفقات بقيمة 400 مليار دولار بدون اي رفع عملية، وده شيء في الوقت ده ممكن يكون مؤثر جدا. طب ليه؟ لان احنا اول نقطة احنا في بداية العام الجديد، تاني نقطة احنا في اول ساعة من الجلسة الاسيوية اللي بتمتاز دايما بقلة السيولة، فبالتالي نتيجة لموضوع المراهنات اللي بيتم في اليابان بسبب قلة الفايدة والاقتراض ثم التسديد بعد الاستفادة من تغيرات الاسعار والكلام ده كله، يعني موضوع ممكن نتكلم فيه في حلقة كاملة. فساعتها كل اصابع الاتهام اشارت الى مستثمري التجزئة اليابانيين ان هم حاولوا يغطوا كل الخسائر اللي حصلت طول السنة في اليوم ده بالتحديد نتيجة لقلة السيولة، فيقدروا يحركوا السوق عن طريق ضخ كمية كبيرة في الوقت ده، واللي اعتقد هم نجحوا فيه بالفعل وقدروا ان هم يوصلوا لهدفهم، وشفنا قوة كبيرة جدا للين امام معظم العملات زي ما قلنا. طيب ده كان الجزء الاول والموضوع ببساطة اللي حصل ساعتها. طيب هل الكلام ده ممكن يحصل في 2020؟ على الاقل حتى هو لو مش ممكن يحصل، احنا لازم نكون واخدين حذرنا كويس جدا مع بداية التداولات خلال بداية العام الجديد نتيجة برضو لقلة السيولة. فكرة قلة السيولة دايما بتولد لنا احيانا حركة مفاجئة لما يدخل سيولة مفاجئة. ليه؟ لان دايما اسواق المال احنا مفيش اي سيولة خالص، الفكرة كلها في اسواق المال او في سوق العملات بالتحديد قايمة على فكرة ان السوق بيتحرك طبقا للاوامر، طبقا لفكرة العرض والطلب. لو انا عندي سعر اوامر العرض قد اوامر الطلب انا مش هشوف اي حركة، لكن اول ما الميزان يبتدي يختل اشوف مثلا طلب اكتر من العرض هلاقي الاسعار بترتفع، اشوف عرض اكتر من الطلب هلاقي الاسعار بتنخفض. فده بيسهل العملية لو في اوامر دخلت في وقت معين في قلة سيولة، وكانت اوامر بحجم تداول كبير جدا، ساعتها هتقدر تأثر على السوق لو الاوامر دي كبيرة، واللي زي ما قلنا مستثمري التجزئة اليابانيين بيقدروا يعملوا ده نتيجة قلة السيولة. في الاوقات الطبيعية صعب جدا، لان احنا ساعتها بنتكلم في سيولة 5.1 تريليون دولار في سوق العملات، فصعب ان حد ساعتها يحرك السوق. لكن لما بيكون في قلة سيولة ممكن السوق يتحرك لو حد برضه معاه كمية كبيرة. طيب هل ده ممكن يحصل ولا لا؟ اعتقد ان هو مش هيحصل في اليابان، هو ممكن يحصل بسبب اخبار بخصوص الحرب التجارية او البريكزيت، اعتقد مش هتخرج عن الاثنين دول. اي تصريحات خلال الايام اللي جاية بخصوص الحرب التجارية او البريكزيت ممكن تحرك لنا السوق بقوة جدا، لان هي ممكن تدخل سيولة كبيرة جدا في احد الجوانب في اتجاه معين، فبالتالي مع ضعف السيولة نلاقي السوق بيتحرك بعنف جدا في احد الاتجاهات، فلازم ناخد حذرنا خلال الفترة اللي جاية مع بداية السنة ان شاء الله.
ده كان فيديو صغير عن الموضوع ده، حبيت ان انا اوضحه ونحذر الناس، وفي نفس الوقت نتكلم على الفلاش كراش اللي كان حصل وايه اسبابه. فمجرد فيديو دردشه كده، وحابب اسمع ارائكم وكومنتاتكم تحت الفيديو ده ان شاء الله. ولو في اي استفسار باي في اي حاجه بخصوص اسواق المال، سواء الاسهم السعوديه او سوق العملات، ممكن تسيبوا برضو في كومنت تحت الفيديو ده وهيتم الرد عليكم باذن الله. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.